ولم يحال أي منهم إلى القضاء، كما لم يعرف حتى الآن فيما إذا كانت هذه التوقيفات بهدف التحقيق والإفراج عنهم أم أنه سيتم الاحتفاظ بالبعض. أهلا بكم مجددا. مستقبل التحول الديمقراطي في مصر كما يرى هنا الشطون المصريون الشباب هو موضوع هذه الحلقة من عيون على الديمقراطية. أحمد سميح، يعني ضمن القضايا المثارة في مصر هي قضية المستقبل، قضية التوريث، الرئيس مبارك يعني في هذه المرحلة وبلا نائب رئيس وهو متقدم في السن، كيف تنظر إلى هذه القضية تحديدا؟ في الحقيقة قضية نائب الرئيس هي واحدة من القضايا التي أستعجب لها كثيرا، فهي قضية حاسمة المعارضة المصرية تستطيع أن تلعب عليها، تستطيع أن تجمع عليها توقيعات، تستطيع طبقا للدستور وطبقا لمواد في الدستور المصري أن تطالب مواد محددة جدا يعني وواضحة، أن تطالب الرئيس المصري بتعيين رئيس نائب رئيس في الواقع لم يستغل أحد قضية إشاعة وفاة الرئيس مبارك استغلالا سياسيا جيدا، الجميع انزلق خلف تبادل وتقاسم الاتهامات حول مسؤولية من ولماذا وكيف حدث. كيف كان يمكن استغلال هذه القضية استغلالا سياسيا فعالا داليا فهمي؟ اسمح لي فقط انتقل بالسؤال إلى داليا. يعني بغض النظر عن كونها إشاعة وأنه ده نوع من أنواع استغلال الإشاعات، لكن بعتقد أنه كان لازم دوت يلفت نظر الناس اللي في السلطة والسياسة أنه طب افرض أنه ده حصل، فلازم يكون في استعداد، ما ينفعش نفاجأ في يوم وليلة كدولة أنه ما عندناش رئيس، لازم يكون في استعداد، لازم يكون في نائب رئيس، لازم يكون في خطة بديلة، لازم يكون في طريقة على الأقل متفق عليها، شكل من أشكال الانتخابات، شكل من أشكال الاستعداد بنائب جديد. يعني الإشاعة مجرد أنه تم التعامل معها لأنها إشاعة ومن تسبب فيها ومن حكم عليه بسببها، نعم، ولم تلفت نظرنا للاستعداد من أجله. مزم، كيف تنظرين إلى هذه القضية وتحديدا من جانب مسألة التوريث؟ أنا شايفة اللي بيقوله أحمد وداليا منطقي جدا، لأن فعلا الناس انزلقت زي أحمد ما قال لتصرفات ولم تلتفت للمستقبل بجد، على ان احنا فجأة هيصبح دولة اساسا بيحكمها شخص والشخص ده مش موجود، والمؤسسات دايما احنا ما عندناش ثقة في كفاءة المؤسسات انها تدار بدون قرار من شخص معين. بس انا دايما عندي اختلاف حوالين موضوع التوريث، ما بشوفوش بنفس العمق اللي بيشوفوه كتير من الحركة السياسية المصرية. ما بشوفش ان هو الخطر الاساسي، بس انا شايفة ان الخطر الاساسي هو النظام الدولة المصرية البيروقراطي واللي بياخد من الناس حقوقها سنة بعد سنة. اذا الخطر ليس في مسألة التوريث ايا كان من سيأتي، ولكن طيب، في النظام الموجود. دعاء، بالتأكيد اتفق مع مزن، لانه الناس فاكرة ان الحل السحري في رئيس الجمهورية، انه رئيس الجمهورية ده هيجي يعمل كل حاجة في الدنيا، وده غير صحيح، لانه المفروض انه يبقى في حكومة هي قوية قادرة انها تنفذ برنامج بتاعها اللي عشان كده هي فازت فيه في الانتخابات، يبقى في برلمان قوي قادر ان يحاسب الحكومة لو ما نفذتش هذا البرنامج، في مجتمع مدني بيراقب الحكومة وبيعمل انشطة تنموية وما الى اخره. الموضوع مش موضوع رئيس، عشان كده انا بقول مش فارق معايا مين هيجي بعد كده، بس فارق معايا الناس. شايف معاكي يجي جمال مبارك مثلا؟ مش فارق معايا قضيه التوريث، زي ما مزن قالت هي مش قضيه توريث، هو نظام كامل فاسد يعني. فانت لو عايز تغير النظام يبقى مش تغير الرئيس، هتغير هذا النظام. كيف يمكن تغيير هذا النظام؟ كيف يمكن اعاده صياغه هذا النظام شريف؟ انا شايف ان الحل في إيجاد بديل سياسي حقيقي ديمقراطي في مصر، ده الخطوة الأولى إذا أردنا التحدث عن تغيير ديمقراطي. ما نجده حاليا هو أحزاب ضعيفة لا تجد قوة للدخول إلى الشارع، وأحزاب إسلامية قوية في الشارع بدون شرعية قانونية، ونظام يحاول التلاعب بالجميع. لابد من خلق كيان ديمقراطي ليبرالي حقيقي لكي يكون بديلا لكافة، نعم، هذه الأنظمة. أحمد، كيف يمكن خلق هذا الكيان الليبرالي الديمقراطي الذي يتحدث عنه الشريف؟ الإحساس بالحاجة تخلق أي شيء صديقي محمد. الإحساس بالحاجة تدفع البشر لكي يفكروا. في الواقع المعادلة السياسية في مصر
احيانا تعطيني الانطباع انه لا يوجد حاجه لدى التيارات السياسيه المختلفه لكي تخلق مثل هذا الاتحاد في العالم كله. لا انا يعني شريف يفترض كيانا ليبراليا، انا افترض تيارا وطنيا واسعا شاملا، لكن لا يوجد احساس بالحاجه، يوجد احساس غير صحيح بالقوه. التيارات الاسلاميه طالما تستعرض قوتها وتعتقد انها الاقدر على حكم مصر وحدها، في الحقيقه دعني اقول لك ان مساله التوريث هي مصيبه اكثر منها منحه. انا اعني بذلك ان اي من كان سياتي في الحكم بعد الرئيس مبارك لن يكون حكمه سهلا لمصر. الكثير من القضايا لم تناقش بعد ولم تحسم بعد. استمر النظام السياسي المصري في عهد الرئيس مبارك على تسكين الالام ووضع المشكلات الكبرى والصغرى والمتوسطة في وضع الانتظار. لا يمكن أن يظل مجتمع على مدار 26 عاما في وضع الانتظار، لا يمكن أن يكون مجتمع 65% من سكانه أو من ساكنيه أو قاطنيه أصغر من سن 35 عام وتضعهم. هل على هل تعتقدون هذا تحدي كبير على اي من كان سياتي، سواء كان جمال مبارك او سواء كان قائدا في الجيش المصري او سواء كان احد السياسيين؟ على يعني على سيره قائد في الجيش المصري داليا، هل تعتقدين انه يمكن تكرار السيناريو الموريتاني وتتدخل المؤسسه العسكريه من اجل الانقاذ والتغيير بين قوسين؟ اسمح لي اقول حاجه قبل ما اجاوبك، يعني انه انا كمان بتصور حاجه مهمه جدا بعيدا عن الطبقه الممارسه فعليا للسياسه. انت بتتحدث عن وطن نسبه الذين لا يجدون القراءه والكتابه فيه 60% من البشر، فقل لي اي نوع من انواع السياسه يمكن ان يمارسه هؤلاء الناس. الناس دي بتبحث حتى عن ابسط احتياجاتها، عن تلبيه احتياجاتها. بتصور انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي قبل ان يصبح كل هؤلاء الناس على وعي، وبالتالي الانتظار نتكلم عن سيكون هناك انتظار طويل. يعني تتحدث عن الاميه، لا اعرف اذا كان مش بالضروره، لانه انا بشوف ان هو ده دور الجمعيات الاهليه، دور المجتمع المدني. طيب، انه يعمل على وعي هؤلاء الناس. اعود بك الى السؤال، سيناريو المؤسسه العسكريه، سيناريو موريتانيا، وامكان ان يتكرر في مصر. امكان ان يتكرر امكانيه كبيره الحقيقه، لانه في حاله حدوث اشياء مفاجاه، في حاله حدوث خطه غير متوقعه، او بقصد حدث غير متوقع لا توجد خطط بديله، وبالتالي هنفاجئ فعلا بالجيش بيحكم مصر. هذا محتمل. مزن، كيف تنظرين الى هذه المساله؟ مش شايفة الموضوع بهذا الشكل. يعني أنا شايفة النظام المصري الحالي عنده بدائل قد لا تكون واضحة للعيان أو حتى للنشطاء السياسيين، بس أنا شايفة أن الدولة المصرية بنظامها المعقد وعلاقاتها الدولية القوية، أنا شايفة أن عندها بديل من داخل هذا النظام، لأنها بعد صحيح أصول النظام المصري من الخمسينات من المؤسسة العسكرية، بس مع تطور الحكم بقى فيه خلط بين وجود العسكري والسياسي والدور السياسي. أنا شايفة أن احنا سنجد أحد من يعني من الوجوه المدنية، التدخل ده مش التدخل العسكري المباشر. نعم. وأظن أن عشان كده في يعني ممكن يبقى فيه مسنود من المؤسسة العسكرية، بس شخص من المؤسسة العسكرية ليس له أي علاقات سياسية أو له تواجد سياسي. نعم شريف، هل تتفق مع هذا الكلام؟ شخصية يعني مدنية ستحكم مصر ولكن مسنودة عسكريا. أنا بختلف. أنا شايف أن لحد دلوقتي الجيش بيحكم مصر من سنة 50 لحد دلوقتي. طرح أن وجود حاكم عسكري جديد ده شيء يبقى استمرار، مش شيء جديد ولا حاجة. احنا عندنا المؤسسة العسكرية تحكم مصر حاليا، وظنش حد يختلف على ده. هل سيناريو البدائل المطروح حاليا؟ انا لا انظر اليه كثيرا. زي ما قلنا احنا مش بنتكلم عن اشخاص، بنتكلم عن سيستم لازم يتغير، بنتكلم عن بديل جديد لازم يطلع وهيطلع وموجود والبشائر بتاعته موجودة. وانا ازعم ان الحركة السياسية المصرية خلال الثلاث سنين اللي فاتوا طرحت بديل قوي، لكن هذا البديل جرى قمعه
من خلال تسلط السلطة وتخلي الدعم الدولي عنه. سنتحدث عن هذا البديل الجديد الذي تتحدث عنه، ولكن طبعا بعد الاستراحة. دعاء باختصار، كيف تنظرين إلى مسألة إمكانية تكرر أو تكرار السيناريو الموريتاني في مصر؟ أنا أعتقد أنه في ظل الظروف اللي بتمر بيها مصر من عدم وضوح رؤية، من ناس يأسى في حراك سياسي، شيء متوقع جدا أنه ممكن يحصل زي نموذج الموريتاني. يعني تدخل. طيب، إذن هاي السيناريوهات مفتوحة مشاهدين الكرام، النقاش متواصل حول مسألة مستقبل التحول الديمقراطي في مصر بعيون شابة، ولكن بعد الاستراحة ابقوا معنا.